السلام والاحترام أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد خاص بتسريبات خاصة بباكج عقد الترشيح 5 نجوم الجديد الذي سوف نقوم بالإطلاع عليه في مقطعنا. وسوف أتوقع بعض النسخ التي سوف تكون حاضرة معنا بنسبة كبيرة يا أخواني الكرام. أتمنى منكم إشراك في القناة تفعيل زر الجرس للوصول إلى 60,000 مشترك إن شاء الله في هذه القناة. وكما ترون على الشاشة، لمن يريد الانضمام إلى مجموعة خاصة في تيليجرام سوف أترك لكم رابطة في أول تعليق أو في وصف الفيديو إن شاء الله. كما ترون يا اخواني الكرام، باكج عقد ترشيح 5 نجوم الموجود داخل اللعبة تبقى له يا اخواني الكرام فقط ساعات قليلة. كما ترون تبقى له فقط 8 ساعات وسوف يكون حاضر معنا غدا الخميس ان شاء الله. سوف اشرككم بعض النسخ التي اتوقع بنسبة كبيرة ان تكون حاضرة معنا ان شاء الله، ويعني يبقى رأيي الشخصي يا اخواني الكرام، ولكن اتوقع بنزول احد هذه النسخ ان شاء الله. اول لاعب هو كرهانوغلو في مركز سي ام اف بليفل 9 واتسون، ثم اللاعب التالي هو غافي في مركز سي ام اف، اتوقع ان تكون نسخة له في باكج عقد ترشيح 5 نجوم بليفل 8 واتسون، ثم الابا في مركز سي بي بليفل 9 واتسون، وولكر في مركز الار بي بليفل 8 واتسون ان شاء الله. كذلك من الممكن ان يكون حاضر معنا اوديغارد في مركز سي ام اف بليفل 8 واتسون داخل التشكيله، توني كروس في مركز سي ام اف بليفل 8 واتسون، ثم فيران توريز يا اخواني كرام اتوقع ان تكون نسخه له في مركز ال دبليو اف بليفل 7 واتسون داخل التشكيله، ثم ستيرلينك في مركز ال دبليو اف بليفل 8 واتسون داخل التشكيله، وزها في مركز ال دبليو اف بليفل 7 واتسون. اما بالنسبه للاعب التالي وكيليان مبابي في مركز سي اف، اتوقع ان تكون نسخه له خاصه في باكج عقد ترشيح 5 نجوم بليفل 100 داخل التشكيله، ثم اخر لاعب اتوقع نزوله هو هالاند في مركز سي اف بليفل 100 داخل التشكيله. كما قلت يا اخواني الكرام، اتوقع نزول 3 نسخ من هذه النسخ ان شاء الله. لا تنسوا الكتابه في التعليقات على اللاعب الذي تتمنون ان يكون حاضر معنا في باكج عقد ترشيح 5 نجوم، ونلتقي في مقطع جديد باذن الله.